اللي بقينا فيه. خليني بقى اروح للكابتن حمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاسماعيلي. كابتن حمد برحب بيك، وهارد لك النهارده. نادي الاسماعيلي قدم مباراه محترمه لكنه فرط في تعادل امام النادي الاهلي اللي قدر يستغل باقل الفرص ان هو يتمكن من حصد الثلاث نقاط في الوقت اللي النادي الاسماعيلي اهدر عدد من الفرص. كابتن حمد برحب بيك وبحييك او بحيي الجهاز الفني رغم الخساره. ربنا يخليك كابتن سلام، الله يخليك يا حبيبي، ومتشكر جدا. وانا بقول يعني الحمد لله رب العالمين، لعيبه عملت مجهود كبير جدا واداء جيد جدا، لكن نفسي بس نصدق اسلام ان احنا نقدر نكسب ونقدر نتعادل، وده الكلام اللي احنا قايلينه من قبل المباراه، ان انت لازم تصدق ان انت تقدر تكسب وتقدر تعمل اداء جيد. ما يبقاش مش كل مره هنقول الاداء جيد ويبقى النتيجه سلبيه يا اسلام. بتلعب فرقه كبيره، وفرقه كبيره زي النادي الاهلي وخبرات كبيره جدا، لكن لازم تبقى مصدق وانت بتلعب ان انت ممكن تكسب يعني، والفرص اللي جات لك سهله جدا ان انت تقدر تعمل الكلام دوت. لكن في الاول وفي الاخر انا ما اعرفش يعني، التوفيق غايب عننا شويه، لكن بحمد ربنا وبشكر ربنا على كل حال، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن ان شاء الله يا اسلام. انت عندك كل ماتش الجاي مين يا كابتن؟ فاركو ان شاء الله يا اسلام. فاركو في الاسماعيليه يوم السبت في اسكندريه ان شاء الله. في اسكندريه احنا فبالتالي هتبقى مباراه صعبه يعني. طبعا طبعا. خارج ملعبك يعني. احنا موجودين في اسكندريه، هنكمل لغايه ما نلعب المباراه يوم السبت ان شاء الله. لكن انت عارف كل مباراه صعبه جدا يا اسلام، كل مباراه صعبه جدا، وبعدين انت تخش بقى في المباريات اللي فيها مواجهات مباشره بين كل الفرق اللي المفروض تعدي من حته معينه. وانا بقول ان انت مكسبين بس يا اسلام، نتيجتين تكسبهم اللعيبه دي هتلعب وهي مرتاحه، انت بتأدي كوره جيده جدا يا اسلام، لكن الضغط العصبي اللي الولاد اتحطوا فيه جوه المباراه نفسه. لا انت حضرتك بتقدم كوره جيده بشباب لاول مره كمان بيخوضوا مباريات في الدوري الممتاز، فبالتالي انت انا بشوف ان انتوا موجودين دلوقتي رغم الصعوبات اللي انتوا بتواجهوها، لكن انتوا بتقدموا جيل جديد للكره في مصر مش للاسماعيلي بس، سواء نادر فرج او اللاعبين اللي بيبقوا عندك نادر وعبد الكريم ومحمد نصر وعمار، ويعني مجموعه كبيره جدا، ويعني ناس كثيره بيومي والساعي، وعندك مجموعه كبيره جدا، واياد العسقلاني اللي كان خرج للاحتراف. اياد طبعا يعني لعب معانا 10 مباريات واحترف بره، ويا النور دوت يعني بص انت عندك غير بقى اللي بره اللي موجود معاك يا اسلام، وغير الناس اللي موجوده بره مع كابتن ايهاب اللي هي بره ال 20 لعيب. لكن انا بقول الحمد لله انك قادر تعمل الكلام ده وتعمل التوليفه ديت واللعيبه دي تأدي بالشكل دوت. بشكر عبد الرحمن مجدي جدا، بشكر احمد الشيخ، الناس اللي هي فعلا الناس الكبار اللي بتعمل اداء جيد جدا، مخلوق بقى والناس دي، لكن فعلا اللعيبه دي بتأدي باداء جيد جدا. لكن محتاجين توفيق ربنا بس يا اسلام، يعني انا بقول كل شويه بنقول الاداء جيد الاداء جيد، لكن انا محتاج ان احنا ان شاء الله نكسب وتبقى نتيجه ايجابيه، دي هتفرق مع اللعيبه والله يا اسلام وهي بتادي الكوره ديت، يعني هتتبسط وانت بتتفرج على الفرقه ديت. هو انا لا انا تابعت يعني تابعت الفرقه في اكتر من مباراه مش النهارده بس، لا هو وبصرف النظر عن النتيجه ما ببصش على النتيجه، لا هو الاسماعيلي مختلف عن فتره سابقه قبل كده، بلاعبين شباب، بلاعبين ان شاء الله قادرين ان هم يعيدوا مره ثانيه النادي الاسماعيلي لمكانته الطبيعيه. لكن كابتن حمد النهارده ضربه الجزاء والبعض بيقول لك ان هي مش مستحقه للاسماعيلي. اتفضل ضربة جزاء واضحة 100% يعني ما فيهاش شك لاي يعني ما فيهاش شك لاي حد ان اثنين يعني الحكم نفسه ما ترددش انه صفر الكابتن احمد الغندور. الفار حتى لما شيك عليها حتى ما يعني ما خدش وقت اصلا الفار، فالمسألة يعني انا مش عايز يعني انا عشان ما اخشش في حته بقى ان احنا بيننا وبين النادي الاهلي في ديت، لكن انا بقول انها ضربه جزاء مستحقه. انا بشكر يعني انا بقول بحيي مصطفى شوبير فعلا انه انقذ النادي الاهلي النهارده، على الاقل من ان انت تبقى يعني في تعادل بس يا اسلام، لكن انت كنت ممكن بكورتين او ثلاثه انفراد لينا
كنت ممكن تخلص المباراه وسهل جدا يا اسلام، وكور سهله جدا ما فيهاش صعوبه بقى يعني الكلام دوت. لكن انا يعني الحمد لله رب العالمين. انا بقول بس اللعيبه يبقى معاها سن التوفيق يا اسلام، والله نعمل حاجات جميله جدا. لكن هي دي كره القدم، انا بقول ضرب جزاء واضحه 100، مش محتاجه حد طبعا يتكلم فيها، لكن طبعا كل الناس ليها حريه الراي في الكلام دوت. لكن الحكم والفار اكدوا الكلام دوت. طرد محمد نصر النهارده مستحق ولا طبعا يعني لا لا. وشايف انها قله خبره قله خبره يا اسلام، وهو ولد شاب ومميز، لكن في عقوبه تتوقع عليه، لان احنا لا نقبل ابدا ان ولد صغير يطلع عن المألوف، عن الطبيعه بتاع النادي الاسماعيلي، وعن والجهاز الفني اللي معاه كله بقياده الكابتن علي وكابتن عماد. ده اول حاجه بنتكلم عليها يا اسلام، والكابتن هاب اول حاجه بيتكلم عليها ان احنا ما نتكلمش ولا مع حكم ولا احنا عايزين نشتغل نشوف شغلنا بس. فالخروج يا اسلام احنا ما نقبلهوش ابدا، لان انا شايف ان كابتن احمد الغندور عمل مباراه جيده جدا، وما كانش فيه حاجه واضحه. في حاجات احنا ساعه المباراه يا اسلام بتبقى فيه حاجات انت بتبقى متعصب في حته معينه مش شايفها، لكن في الاول وفي الاخر هو قدم مباراه كويسه جدا، لكن احنا لا نقبل الخروج عن الكلام ده يا اسلام. ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه هل ممكن يكون في سفر للفريق لمباريات وديه زي ما حصل يعني في الفتره الاخيره في ليبيا، يعني في اطار الاحتفال بمئويه نادي الاسماعيلي، ولا انتوا مش حابين ان انتوا تسافروا خلال الفتره اللي جايه؟ والله اسلام لو في توقف يعني مناسب جدا، وده الاتفاق بين لجنه الكوره مع الكابتن ايهاب مع الباشمهندس نصر، يعني عارف انت بيبقى في حاجات كده مهمه جدا للعيبه ديت، بتزودها من خبرات، بتزود تاني حاجه انك انت بتحتفل بالمئويه بتاعتك. لكن في الاول وفي الاخر المهم ما تعطلنيش عن الشغل بتاعي اللي هو في الدوري، لو عندي وقت مناسب ان شاء الله ما يكونش عندنا مانع، ويكون حاجه كويسه باذن الله باذن الله. كابتن حماد كل التوفيق للجهاز الفني والفريق والنادي الاسماعيلي، وبمزيد من الصبر بس شويه نادي الاسماعيلي هيرجع بيكم ان شاء الله لمكانته الطبيعيه. حبيبي يا اسلام وبشكرك.